جايز، اليوم رجعت لكم فيديو جديد. قبل ما نبدا هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس لحتى يصلكم كل جديد من قناتي ريم كتابه. اليوم بهذا الفيديو رح نلعب لعبه بريكا اكس دي. اليوم جماعه رح اورجيكم خدعه كثير حلوه باللعبه، جبتها من قناه اجنبيه. فا اوكي، طبعا فكره الخدعه انه كيف تقدروا تجلسوا فوق سريركم او تختكم، يعني تقدروا تجلسوا يعني عادي. فا اوكي استنى، عم يقولوا let's be friends. ماني مقدرانة، المشكلة ما عندي مساحة اصدقاء. فول my friends let's fall. اوكي يا جماعة، هلا اضغطوا على هاي الاشارة اللي هي تعديل البيت، وبعدين فوتوا على السرير اوكي، واختاروا واحد هذا مثلا بدي، وحطوا بالمكان اللي بيعجبكم، وبعدين روحوا واطلعوا منه. في كلمة هون او غرض هون اسمه بوفس، اضغطوا عليه وبعدين اختاروا من هدول ايش بدكم اياه. بس انا اذا بتجوا لي هاي بتكون هاي بتكون انسب. ليش؟ السبب الاول لانه صغيرة، شوفوا كيف. اما اذا بدكم تختاروا هاي فرح تطلع انه قاعدين انتوا قاعدين عليها، وهي بتصير كمان، شوفوا هاي كمان. فانا حابة اني اسويها بهاي يا جماعة، هاي شايفينها بهاي. هلا شوفوا شو بدكم تساووا، بدكم تضغطوا على الكرسي اللي انتم بدكم تحطوه على سريركم، وبعديها تضغطون هاي اوكي، هاي يعني بدكم تضغطوا على الاثنين نفس الوقت، هاي وهاي اوكي. واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. لا بدها تاخذ وقت منكم يا جماعة. اوه لا 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 استنوا، اه تمام صارت. هلا شوفوا شو بدكم تساووا، اضغطوا على علامة الصح اللي على السرير اوكي، ضل هاي تتحرك. هلا اضغطوا على السهم الشفاف اللي هذا، هو هذا شايفينه هذا، اضغطوا عليه ولا صار فيكم هيك تحركوا، شايفين. هلا شوفوا شو تساووا، امشوا شوي هيك قدام وحطوه هون بالنص، حطوه واكتبوا علامة الصح هاي اذا بدكم. لحظة خلنا ندوره بهي الطريقة، استنوا دوره بهي الطريقة. لا لحظة كيف تدوروا هاي؟ لحظة شيء. اوكي جماعة شايفين كيف صرت اقدر هيك اجلس هون، بدي احاول اني ابتله بس ماني. صح صح صح، شوفوا فيكم انتو. هلا شوفوا اذا قعدتوا على الكرسي كيف صار. واو واو ياي كتير حلوة. اوكي بدي احاول اصور صورة يا جماعة بعد هيك، مشكلة المتابعين كلهم هون. يا الله، طب اوكي رح اتصور الصورة. يلا بقى لقطة الشاشة بتاخد وقت. تمام حاول اضغط هي الصح. شوف يا جماعة شايفين، شايفين كيف صارت. واذا برجع بضغط هيك بسوي هيك خلاص بتصير. بس ليكم متابعيني غريبة انهم ما طلعوا يا جماعة. واو واو كتير حلو كتير حلو. شوفوا ياي بتجنن يا جماعة. بس المشكلة بدي اطلع المتابعين شوي لانه بدي اعدل بالبيت، يعني بدي اتصور الصورة السيفة بقى. لا بس كيف ملك ما عم تطلع؟ ملك كيف، شو مساوي انت حتى ما. او ماي جاد او ماي جاد، لحظة شوي لحظة، شوفوا كيف صرت اقدر اتحرك يا جماعة. لا وين رحت انا، وين رحت يا ربي وين رحت. اوكي خلينا نمشي هيك حال كأنكم قاعدين عم تسوقوا سيارة. واو والله زعبان اسويها فيديو يا جماعة، كيف تسوق سيارة بلعب بي كي اكس دي، بتجنن تصير. واو اطلع لفوق بقى خلصني. المشكلة الوحيدة فيها انه بتعليلكم عمركم بس هيك انه هي. لا او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد، وين دخلت انا وين دخلت؟ لحظة 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 لحظة. لا لا شوفوا يا جماعة، بس ما شفتوا كيف صارت هيك؟ شفتوا كيف صارت؟ جنن. وبس يا جماعة هذا بكون خلص الفيديو تبعنا، بتمنى انه عجبكم. لا تنسوا تحطوا لايك شير سبسكرايب، وبس بشوفكم فيديو جديد. سلام.